كان لاعب كونستانت حسب الارقام اللي عندي. هارون هو الظهير الايسر حتى المباراه الماضيه امام نيجيريا. ادي محمد صلاح والهدف الثالث، الهدف الثالث، فرصه في دفاع هنا امام ده محمد صلاح، هدفه مع المنتخب الاول رقم 22 ويتساوى مع جمال عبد الحميد، ولكن الاهم ياتي هذا الهدف. ادي امامنا الازهر في كل مكان دائما وابدا، نبراس للعلم في تشاد هنا رجال الازهر يحتفلوا بهذا الهدف. الهدف ادي امامنا اهو باسم، شوف الدفاع، الراجل لسه نازل، اللاعب هيلاري والدفاع المتواضع كيفن رقم 5، وعلى طول المره دي بقى محمد صلاح روما امامنا اهو يضعها في المرمى. محمد صلاح عايز يعدي ويصلح المره دي للنني. يا ولد يا اكمل الاهداف، اكمل الاهداف، كنت فين من زمان؟ هو سؤال يوجهه هيكتور كوبر الى محمد النني ومحمد صلاح اللي صنع هدفين، ولكن ابى ان لا يخرج محتفلا. ادي امامنا هنا الفنان محمد صلاح بكاس الكره الايطاليه مع فيرونتينا ونجم تشيلسي الفائز بالدوري الانجليزي وكاس الرابطه الانجليزيه، ولكن انتقل لفيرونتينا عشان يلمع ويتالق. وهنا بقى يا ولد باليمين، عملها باليمين، لكن بص شوف النني عملها له، عملوها في الشوط الاول كان عملها صلاح للنني. المره دي بقى صلاح هو اللي ايه خد الهديه من محمد النني، حاططها له حلوه وباليمين بقى. تعالى لي هنا يا مونش، خد الكوره دي بقى مخصوص لمونش اهو امامنا اللي كان متالق، حاططها له الروب رايحه راشقه في الشباك، تدخل بقى في مرمى المنتخب التنزاني محمد حتى الان. ولكن المهم بقى تجميع نقاط في هذه البطولات. ادي رمضان المهاره، رمضان الى محمد صلاح، التعادل العادل. الله جول محمد صلاح يا محمد يا صلاح، حطها حلوه. فينك يا رمضان؟ فينك انت؟ فين يا رمضان؟ رمضان عاملها حلوه. وصلاح هدف التعادل ياتي في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع. قول لحضراتكم لم نستغل الدفاع النيجيري الضعيف، لم نستغل محمد صلاح، لكن بص شوف رمضان، شوف رمضان، هل هلالك بص رمضان يا ولد يا صلاح، بص الدفاع النيجيري يا ولد، استلام وحطها ايه؟ حطيتها قاتله. هدف التعادل تمريره رمضان، استلام محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 23 مع المنتخب الاول، والاستلام رائع. شوف الاستلام وترفع ايدك ليه؟ لان اوبابونا كان مغطي، وصلاح ياتي بالتعادل في وقت قاتل. التعادل لن يغير رايي، كان من الممكن ان نفوز. محمد صلاح وعبد الله، اعتقد امامنا هو محمد صلاح. يا ولد يا بقول لحضراتكم، هو محمد صلاح يسجل في الدقيقه 44. هي كره واحده، هي مهاره واحده، مهاره التسديد. محمد صلاح يتقدم لمصر في الدقيقه 44، هي من الاول ركله جزاء لتريزيجيه، ولكن اتعملت حلوه قوي. منتخب مصر بدا يفطن الى الاداء المميز بنقل الكوره والاستلام والتسلم، ومحمد صلاح يضع هدفه الدولي رقم 24 هدف دولي، وعنده 2 مع المنتخب الاولمبي، يبقى عنده 26 هدف امامنا اهو. بص شوف صلاح الحائط البشري، ولمست الكوره، لمست في الياس كوره الهدف الاول امامنا ايه في مرمى الحارس مونيتشي امامنا. ادي التسديده، بص شوف صلاح والحسن 2014 مع كابتن شوقي غريب، تمريره بينيه حلوه، انطلاقه، وادي استلام محمد صلاح. يا سلام يا سلام، محمد صلاح هو من يسجل دائما، هو من يبدع دائما. ادي الكره الملعوبه، جميله. بص شوف محمد صلاح بيعمل ايه، ده انت فرقه لوحدك يا صلاح. شوف امامنا الكره ملعوبه وتمريره حلوه. وادي امامنا هنا الاستلام والتحرك للاعب محمد صلاح، عبد الله السعيد، وتمريره روعه. حط جسمه ازاي؟ ادي امامنا اهو العالمي محمد صلاح يضعها في الشباك في الدقيقة 59، تبقى 2-0.